مرحبا، يعطيك العافية. مرحب فيكم في الجامعة الأمريكية في مادبا بقسم الصيدلة. إن شاء الله حنكون مع بعض بسلسلة فيديوز، توتوريال فيديوز، بنحكي بتوبكس الفارماكولوجي الصعبة. اليوم إن شاء الله بدنا نبلش بالسي إن إس. غالبا السي إن إس هو من أصعب التوبكس اللي بتتاخد بمادة الفارماكولوجي 1. بنعرف في عندنا الكولينرجيك والادرينرجيك، الكولينرجيك اجونست والانتاجونست والادرينرجيك اجونست والانتاجونست. اليوم شوي شوي مع بعض ان شاء الله راح نعرف توبيك زي اللي هو الكولينرجيك اكيد سيستم. بنحب نبلش بشكل كثير سمبل. انا عندي هون السي ان اس، خليني اعتبر، وهو بتحكم بكل الاورجنز في البودي، ممكن يتحكم في الهارت، يتحكم باللنج، يتحكم بكثير محلات. كيف التحكم او كيف الكنترول هذا بيكون ثرو نيرفز، والنيرفز ما بتكون ب one تايب. هلا احنا نورمالي اور بوديز ورك ان هارموني، وركس ان بالانس. وركس ان بالانس معناته عندي تو سيستمز بتحكموا، اللي هو السمباتيك نيرفس سيستم والبارا سمباتيك نيرفس سيستم. سمباتيك اكيد عكس البارا سمباتيك. هلا لانه الميجر بلاير او الميجر ترانسميتر في السمباتيك هو بيكون الادرينالين، فالسيستم هذا بنسميه ادرينرجيك، اللي هو بيرفع الضغط وبيرفع الهارت ريت وبيرفع كل شيء. العكس هو البي اس ان اس، ولانه هون الماده اللي بتشتغل اكثر او الترانسميتر اكثر هو الاستايل كولين، فبنسمي هذا السيستم كولينرجيك. فالتسميه بتيجي لانه هو هذا يعني كانه البارا سمباتيك. كلنا بنعرف ايش يعني اجونست وايش يعني انتاجونست، بس لازم نذكر حالنا اكثر بهي الكلمه. اجونست يعني دراج اعطيناه عمل ميمك للايجند داخل البادي. ايش يعني؟ يعني مثلا نورمالي لو اخذنا هذا، في عندنا هذا الريسبتر. الريسبتر نورمالي في عندنا مولكيول وبداخل الانسان بيرتبط معه هذا البايندينج، بيعمل اكشنز. الاكشنز ممكن تكون يزيد الهارت ريت، يعمل برونكو دايليشن اكسترا. هذا المولكيول اللي هو بتصنع في داخل الانسان اسمه اندوجينس مولكيول او اندوجينس لايجند. كلمه لايجند مهمه بالفارماكولوجي. هلا ايش يعني اجونست؟ اجونست انا بعطي دواء اكسوجينس، هذا الاكسوجينس مولكيول بيشتغل كانه الاندوجينس لايجند. يعني اذا انا بعتبر الريسبتر تبع مثلا الكولينرجيك سيستم مثلا بهذا الشكل، هون الاندوجينس لايجند او المولكيول الاندوجينس اللي موجود هو الاسيتايل كولين، والاسيتايل كولين حيجي يعمل بايندينج مع هذا الريسبتر تبعه وتاخذ الاكشنز. فلما انا احكي على دواء هو كولينرجيك اجونست، يعني دواء اكسوجينس اعطيته انا لهذا المريض، شغله هاد زي كانك معطي البيشنت الاستايل كولين. فمن هون التسميه ذا كولينرجيك اجونست، اللي هي الادويه اللي بعطيها انا واللي هي بتقلد او بتعمل ميمك لاكشن الاي سي اتش او الاستايل كولين. بنفس الوقت بالعكس نحكي في توبيك اللي هو المقابل له او الشابتر المقابل له هو الادرينرجيك اجونست. مثلا بهاي الصورة أنا عندي هون الريسبتر، هون الأدرينالين، هذا الأدرينالين هو الإندو جينس لايجند. ولما أحكي مثلا بدي أعطي دواء يعني يكون مثلا أدرينرجيك أجونست، أنا بعطي دواء بعطيني أكشن وكأنك معطي المريض هذا الـ ADR أو الـ يعني الأدرينالين. فمن هون لازم نشوف الماب. هاي الماب هي الإنسان، وفي عندنا الاورجنز، وكل اورجن تقريبا في عنده انرفيشن من السمباتيك ومن الباراسمباتيك. ليش؟ عشان البالانس بالاخر. يعني اذا اخذنا اللنج فور اكزامبل، طبعا لكل اورجن في عندنا ريد وفي عندنا بلو. الريد هو يعني الادرينرجيك، والبلو هو الكولينرجيك. يعني لو غيرنا الاسماء شوي، الريد هو السمباتيك والبلو هو الباراسمباتيك. فالاسماء ممكن تكون كبيره، ممكن شوي طالب انه بتخربش فيهم، بس هم بالاخر نفس الشيء. تقريبا لكل اورجن في عندنا تو يعني سيستمز ماشين، يعني الهارت بيجي نيرفز للسمباتيك وبيجي نيرفز للباراسمباتيك وهيك.
طيب فخلينا ناخذها كمان انه ستيبس اكثر. لو جينا محينا اللوح هنا واللي حطيناه في اللوح واخذناها ستيب باي ستيب، لو اخذنا اللانج، ناخذ البن، لو اخذنا لانج هلا كيف السي ان اس بده يعمل انرفيشن بهاي اللانج؟ نحكي احنا بنحكي بتوبيكال كولينرجيك هلا، اوكي ان شاء الله على فيديوهات ثانيه بنعمل الاذر. فاحنا هلا بنركز كمان مره عشان ما حدا ينسى كولينرجيك اجونست دراجز. طبيعي انه عندي نيرف من السي ان اس اللي هو السنترال نيرفس سيستم لللانج. طبعا اللانج هي عضو مش عضو ارادي، يعني ان فولنتري اورجان. فلازم نكون عارفين انه سواء انا بحكي على السمباتيتك او على الباراسمباتيتك، هدول بتحكموا بالاورجنز اللي هي ما بتكون اراديه، اوكي، انه يعني انفولنتري اورجنز مثل الهارت، مثل الانتستين، مثل اللانج، مثل السالايفري جلاندز، مثل الاي، مثل البلادر اند سو فورث. هلا لو جينا طلعنا مزبوط، الاول بدي احكي كيف النيرف بيجي من السي ان اس على اللانج. في عندي مش وان نيرف، عندي تو نيرفز وفي جانكشن. في هي هذا نيرف وفي هون جانجليا زي ما بنعرف، بعدين النيرف الثاني وبيجي بوصل لعند اللانج. هاي اسمها جانجليا او اسمها ساينابس. هذا النيرف اسمه بري جانجليونيك، بري يعني قبل، وهذا النيرف اسمه بوست جانجليونيك. طبعا هذا النيرف او هذا النيرفيشن هو يمثل الكولينرجيك سيستم. طيب احنا متفقين انه الناقل او يعني الترانسميتر في السيستم هذا هو الاسيتايل كولين. هلا الاسيتايل كولين راح يجي يشغل من البري سمباتيتك، من الاسف من البري سينابتيك لعند الجانجليا. كمان هو نفسه بيكون من البوست جانجليونيك لغاية الأورجن. طيب معناته هون راح نحط الأستايل كولين هو اللايجند، هو الاندوجينس لايجند. ليش أنا بدرسه؟ لأنه كتير مهم، لأنه لما بدي أعطي أدوية، لما بدي أعمل أدوية بدها تكون بتشبه الأستايل كولين، أوكي؟ طيب معناته اللنج يعني أكيد طبيعي بديهي يكون إلها كولينرجيك ريسبتر مشان الأسيتايلكولين يعرف يعمل شغله. هلا هدول الكولينرجيك ريسبتورز هم نوعين كبار. أول نوع بنسميه نيكوتينيك ريسبتور، النوع الثاني بنسميه مسكارينيك ريسبتور. إيش الاختلاف؟ كتير سمبل الموضوع. المسكارينيك ريسبتورز بتكون افيلبل بكل الانفولنتري اورجنز، يعني زي الهارت فيه مسكارينيك ريسبتور، زي اللنج فيها مسكارينيك ريسبتور، البلادر، السلايفري جلانز، كل الاورجنز اللي ما بتكون اراديه واسمها او عندها بيكون مسكارينيك ريسبتور. يعني هي المسكارينيك ريسبتور اللي باللنج اللي الاستالكولين نورمالي بيعمل عليه بايندينج. تمام. لو اخذنا يعني هلا اوكي احنا عرفنا انه هذا استالكولين هو اللايجند وهو بيجي بيعمل لنا بايندينج. طيب لازم نرجع نشوف او نعرف هذا الاستالكولين على كل اورجن في عنده اكشنز. يعني لو طلعنا بالاي، طبعا احنا هون بنحكي باللون الازرق اللي هو البلو اللي هو الباراسمباتيك او الكولينرجيك، يعني منشوف انه الافكت للاستايل كولين انه بيحكي لك بيوبل والكونتراكت. هاي لازم يكون حافظينهم عارفينهم، لانه هون الاسئله بتجينا اصلا دائما. اللنج يعني اللنج راح يصير فيه برونكو كونستريكشن، لانه يعني لما اذا اجيت اعطيت دواء كولينرجيك اجونست زي الاستايل كولين لازم اعرف الاستايل كولين نفسه شو بيجي بيشتغل. يعني مثلا هو الاستايل كولين على اللنج بيعمل برونكو سبازم، فأي دواء كولينرجيك أجونست حيكون بيشتغل زي الأستالكولين، حيعمل برونكوسبازم. معناته الكولينرجيك أنتاغونست هو عكسه، ما بده يعمل برونكوسبازم، حيمنع البرونكوسبازم، راح يعمل برونكو دايليشن مثلا.
فهاي السلايد كثير مهمة. almost الأورغانز كلها بتكون جايها نيرف من الأدرينيرجيك ونيرف مقابل له من الكولينيرجيك. هلا إذا الواحد يجي بتطلع فيها أكتر شوي، لازم نعرف اللايف سايكل تبعت الأسيتايلكولين. هلا هو هذا يعني إذا أخذناها على صورة تانية وحاولنا نطلع عليها أكتر، أظني لو أخذنا في هون كمان سلايد حتكون تساعدنا أكتر. كمان نزلنا كمان لتحت بعد إذنك، بعد إذنك كمان 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 جو جو كمان نزلنا. في رسمة حلوة كتير وبتوضح كتير concepts. كمان بالضبط تمام اللي هي بعد هاي مباشرة بتصور تكون كمان، او في صورة بلكي راح ايوه هاي. اوكي جريت ثانك يو. هاي اللايف سايكل تبعت الاسيتايلكولين. ليش مهم؟ لانه انا بدي اعرف كيف هذا بتصنع الاسيتايلكولين، وين بصير في عليه ستورج، وين بيطلع، مع مين بيسوي بايندينج. مشان لما بدي اجي اعمل دواء انا اسمه كولينرجيك اجونست يكون بيعمل انه ميميكينج او زيه، اذا مش زيه يكون احسن منه. عندنا ستيبس مهمة كتير. هو بتصنع عن طريق انزيم. ففي عندنا ستيب نمبر 1، طبعا هاي بكتاب الليبينكوت اوكي ريفيو، بتصنع من اوكي الاسيتايل مع الكو اي بيجي بعمل لك بايندينج، بعدين بصير في عليه انه ستورج بهاي الفيزيكال، بعدين بصير في عندنا ستيمولس بصير في له يعني افلكس ل من الـ من من الـ من النيرف لعند الـ لعند الأورغان. لو نزلنا شوي صغيرة بس شفنا الأورغان كيف هو ممكن يكون بالضبط. هلا تخيل هنا هذا النيرف الثاني اللي هو أخذنا البورد. هذا النيرف اللي بوست جانجل يونيك مع الأورغان اللي هو هذا هون آخره، يعني هذا آخر البوست جانجل يونيك نيرف، وهذا هون الأورغان. طبعا هذا الاورجان يا لانج او اي شيء بدك اياه. نطلع هون بصير في انا عندي الريليس تبع الاستايلكولين، هي هاي الطابه الزرقاء اللي هون، يا حيرتبط مع الاورجان اللي هو المسكارينيك ريسبتر تبعه، او حيرتبط مع بري سينابتيك ريسبتر، بعدين بنشوفه باذر فيديوز. وهون عندنا في منطقه السينابس مش كتير واضح، بس في عندنا انزيم، انزيم هذا بكسر الاستايلكولين اسمه استايلكولين استريز. صف انا لما بدي اعطي دواء يكون كولينرجيك اجونست، ممكن العب مثلا انه اجي اعطي دراج هو اجونست بيجي محل الاستايلكولين على هذا المسكارينيك ريسبتر وبعطيك افكت كانه الاستايلكولين. هذا اسمه دايركت او الطريقه الدايركت. مش كل المرات بزبط اعطي الطريقه الدايركت، مرات كثير بعطي طريقه بتكون اندايركت. ففي عندي في لما احكي بكونسبت الكولينرجيك اجونست عندي تو مين استراتيجيز، يا بده يكون دايركتلي اكتنج يعني بيجي بيرتبط مع البوست جانجليونيك ريسبتر مع الاورجان بيعمل بايندينج فهو دايركت، يعني اجى مكان الاستايلكولين واشتغل كانه نفسه، او الاندايركت. هذا الاندايركت عندك حلين، يا بتشتغل مع هاي الفيزيكال بتزيد الريليز مثلا، او ايش تيجي تعمل؟ تيجي بتعطي دراج بيعمل انهبيشن لهذا الانزيم اللي هون اللي اسمه كولين استريز او استايل كولين استريز. شو بستفيد؟ بستفيد انه مثلا تخيل مريض عنده نقص في الاستايل كولين، عنده البلادر مش عم تعمل كونتراكشن او واتس ايفر ديزيز، بعدين نحكي عنهم اكثر. فانت بدك تزيد الافكتيفنس تبعت الاستايلكولين، فايذر يو ويل ادرس هذا السايت هذا او هاد، يعني هذا هون الدايركت يعني دايركتلي اكتنج كولينرجيك اجونست او الاندايركتلي اكتنج كولينرجيك اجونست. لما انا اعمل بلوك على هذا الانزيم او يعني انهبيشن على هذا الانزيم، انا منعت عمليه التكسير او التحطيم او البريك داون تبع الاستايلكولين، وبرفع الكونسنتريشن تبعه على هاي السينابس فبصير مور اكتف. فالشابتر هذا اللي هو
الكولينيرجيك اجونست اللي هي الدراجز اللي بتشتغل زيها زي الاستالكولين، يا عندي دايركت او عندي اندايركت. طب ايش الاكزامبلز عندنا على الدايركت اكتنج؟ فلو حكينا نغير اللون عشان نحفظهم، دايركتلي اكتنج كولينيرجيك اجونيستس مثلا في عندنا كتار، ناخذ اشهر ناس، اشهر واحد اسمه بايلو كاربين، عندنا واحد تاني اسمه بيثانيكول، عندنا واحد هاي كول او، عندنا واحد اسمه كارباكول. هدول دايركتلي اكتنج على نفس الريسبتور. هلا في الاندايركتلي اكتنج اللي هم كولينستريز انهبيتر، يعني الاندايركتلي اكتنج هم اسيتايل كولين استريز انهبيترز. هلا هدول بغلبونا شوي. في دراجز اندايركت اكتنج بروح بعمل انهبيشن لهذا الانزيم برفع الكونستريشن تبع الاستالكولين، اوكي اتس فاين، بس نوع البايندينج ممكن يكون ريفرسبل او ايرريفرسبل، يعني ريفرسبل او ايرريفرسبل. اذا كان بهاي الخانه يعني ايرريفرسبل، الريفرسبل يعني حيضله ماسك الانزيم، حيضله عامل له انهبيشن لكم من يوم لبلكي اسبوع، فراح يزيد كتير تركيز الاستالكولين وهذا بسبب لنا التوكسيسيتي. هدول بيكونوا من السموم، من التوكسيك برودكتس، يعني هدول مثلا مبيدات حشريه انسكتسايدز اند سو فورث. طيب خليني اذا نطبق هذا الحكي على السلايد اللي فيها الماب تبعت الانسان، كان الاستالكولين على اللنج بيعمل برونكو كونستريكشن. اذا بالغلط اعطينا مثلا فارمر اخذ اوفر دوز من هذا الانسكتسايد، اخذه ثرو مثلا انهيليشن او واتس ايفر راوت، راح يصير يعمل بلوك للانزيم هاد كثير وراح يرفع الاستالكولين كثير. احنا بنحكي على المسكرينيك ريسبتور اللي باللنج مثلا، راح يعمل كثير برونكو كونستريكشن، فهاي بتسوي لنا سميه. حاله ثانيه واحد عنده ازمه واخذ فور وات سو ايفر ريزن تعرض للكولينرجيك اجونيستس، فكمان عملنا مشكله. طبعا هون وذر كان دايركتلي اكتنج او اندايركتلي اكتنج، انت بالمحصله انت بتزيد الافكتيفنس او التركيز تبعت الاي سي اتش او الاستالكولين. اوكي بتصور احنا غطينا لغايه هلا الكونسبت. طبعا في كتير ادويه هون وهناك، في هون الفايزوستيجمين والايكوثيوفيت اكسترا، ان شاء الله في مرات جاي بنحكي عنها اكثر بتفاصيل اكثر. لغايه هلا احنا خلصنا الكولينرجيك اجونيستس، يعطيكم العافيه.